السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفكم اليوم؟ بدرس جديد إن شاء الله. اليوم رح نشرح الجزء الثاني من برمجة ransomware، استخدام لغة برمجة بايثون. اليوم رح نتعلم كيف نولد كي عشوائي. على بركة الله نفتح الملف اللي بدنا نشتغل فيه. اليوم رح نحتاج لمكتبة جديدة اسمها random، رح تولدنا كي عشوائي. وبما ان اليوم شغلنا فقط بالكي، فحنشتغل على المتغير اللي هو كي، حنعدل فيه، ما حنعدل على بقية الكود. نبدأ على بركة الله ونبلش. اول شي بنعمل متغير وليكن اسمه plain text، هذا متغير باسمه ارقام حروف عشوائية. نكتب اي شي بداخله، انه هذا او هذا بلان تكست هو اللي راح يولدنا كي عشوائي. نكتب اي شيء بغض النظر عن ماذا يكون. ننزل لتحت، نعمل متغير جديد وليكن اسمه مثلا راند رينج يساوي راندوم، المكتبة اللي استدعيناها دوت راند رينج، حيكون طول المفتاح من 10 لـ20. نعمل تغيير اللي هو اسمه كي، واخيرا نعمل علامتين اقتباس ضد جوين اللي هي تعني انه هو راح يولد كي على شكل ليست، راح يحط كل حرف بعلامتين اقتباس لحاله. فنحن بجملة علامتين اقتباس فارتين ضد جوين ولدنا كي كامل منفصل بعضه بدون علامات اقتباس. نعمل random dot choose اختيار من plain text. نيجي لهون بعد ما نسكر القوس نعمل for i in range، بنحط ال راند رينج. ننزل لتحت. هلا بنيجي بنطبع المفتاح عشان نشوف كيف راح يظهر. نعمل برنت كيف، وهون بنحط الكريب. نيجي بنفتح التيرمينال، بننفذه مثل ما شفنا. هذا هو المفتاح اللي استخدم التشفير. بنعمل هون كلير، يكون تيرمينال نظيف. بعد ما عملنا هاي عشان نحسن من شكل التيرمينال، اذا تتذكروا انا رفعت فيديو كيف نعمل هذا الشكل اللي هلا راح يصير. نعمل سورس باش اتش كلير، صار شكل التيرمينال مثل شكل تيرمينال باروت سكريبت سكيورتي، عفوا توزيع البارود. بس هلا بعد ما ولدنا الكي بنعمل زد فقط عشان نرجع التغييرات. نرجع هلا كل راح نحتاجه، راح ننشئ مجلد جديد على الديسكتوب او اي مسار بدك اياه. حط هذا الكي بألبوم عشان ما نضيع الكي ونشفر ملفات، ما عاد نعرف كيف نفك هاي الملفات. فهاي عملية سهلة كتير، رح نعمل كي فايل يساوي اوبن، نفتح المسار الروت الروت ديسكتوب، نفتحه باسم الكي ديسكتوب كي دوت تي اكس تي، حيكون تي اكس تي. حنعمل فيه رايت، نحن حنكتب فيه، حنكتب بقلب الملف عشان هيك عملنا رايت، ليس حنقرأ من الملف حتى نعمل ريد. بعدين نعمل كي فايل دوت رايت، نكتب بقلبه كي، تمام. هيك نكتب بقلبه الكي، هيك الكي العشوائي صار خالص، صفى او دالة الانكريبت صارت خالص. صفى علينا نعدل على دالة الديكريبت اللي هي فك التشفير. هنعمل هون انكريبت عشان هلا نشوف نطبق دالة التشفير خالصة. فبنعمل سيف،
نفتح التيرمينال، نكتب cd desktop، نحن بالديسكتوب، نعمل بايثون ransomware .py عشان ننفذ ملف. ندخل لهون، عشان نلاحظ انه الصورة تشفرت. تشفرت بإيش؟ تشفرت بمفتاح عشوائي. يعني لو حنحط مفتاح الماتريكس هلا ونفك فيه ما حيزبط، او هذا المفتاح الماتريكس ما حيزبط، ما حيفك الملف او حيفوت بيانات الملف ببعضها ومش حترجع تاني، يعني مش حنقدر نرجع نفكها. فبيفضل انه نستخدم، لازم نستخدم المفتاح اللي شفرنا فيه نحن. عشان شو؟ عشان نفك التشفير. طب نشوف المفتاح اللي تشفر فيه، هذا هو المفتاح اللي تشفر فيه الملف. طيب عشان نشوفه شلون نعمل كي اوبن، او نعمل كي فايل، كي فايل يساوي اوبن، نفتح الملف اللي هو على الديسكتوب روت رانسوم وير دوت، او عفوا خربطنا. طبعا انت بس راح تبعت هذا الملف اللي راح بس عفوا راح تبعت فيروس، الفيروس للضحية اكيد شيء، اكيد ما راح تعمل ملف على الديسكتوب وتحط فيه المفتاح، لانه هون الضحية حيكون او حيعرف كيف فك التشفير، فورا حيفك التشفير وما ما في داعي لدفع لك مصاري اصلا، لانه هو مع المفتاح هو بيقدر يفك التشفير كيف ما بده. انت كيف حتعمل؟ حتبعت هاد الكي بيسند على ايميلك، حتبعت الكي مع اسم الجهاز طبعا عشان ما تضيع وتقعد مثلا بس ويجي ضحية تصل فيك ويقول لك هاي المصاري مثلا اعطيني الكي عشان افك ملفاتي، تقعد تدور ساعة على الكي اللي بدك تعطيها. لا، تيجي بتبعت رسالة على ايميلك من خلال مكتبة الامبورت اس ام تي بي لاب، تبعت رسالة فيها يحتوي تاريخ التشفير واسم الجهاز ومفتاح التشفير، عشان بس يجي يقول لك اعطينا مفتاح التشفير دغري يكون المفتاح جاهز، تستلم المصاري وبتعطي مفتاح التشفير. بس انا ما بحفز هاي الفكرة، لانه طبعا اذا مسكوك اذا قانون عقوبات الجرائم الالكترونية ببلدك حيعاقب على هالشغل، واذا مسكوك راح تروح بالسجن، يعني ممكن يسجنوك سنة سنتين ثلاثة ما حدا بيعرف، او ممكن حتى اذا انتشر الفيروس وصاب اجهزة كتير وراح لدول برا ممكن دول برا تطالب فيك. فانا ما بنصح ابدا بهذا الشيء، ما بنصح انه تضروا اي مسلمين فيه او ايا كان اي انسان، لانه هذا الفيديو بس لغرض تعليمي. طيب هلا بنعمل ريد، انه راح نقرا الملف كي فايل دوت ريد، او كي فايل ريد دوت فايل، كي فايل ريد، هننزل لتحت نعمل كي يساوي كي فايل ريد، عملنا الكي يساوي المفتاح اللي بقلب هذا الملف، كل شي قرأه من هذا الملف بحطه جوا الكي وبعد يفك فيه. طب هلا بنجرب نعمل ديكريبت عشان نشوف كلام صحيح ولا مو صحيح. نعمل بايثون رانسوم دوت بي واي، انتر، نفوت على الملف عم بعلق مش عارف ليش، طبعا بنلاقي الصورة انفك تشفيرة وما في اي شي حصل فيها. طب شو راح يصير اذا شفرنا هذا الملف اكثر من مرة؟ انتم ملاحظين شو راح يصير؟ طيب ماشي، تعال نعمل انكريبت، وشفر الملف او نشفر الصورة عفوا. كما لاحظنا هون الصورة تشفرت. طب ماجي بنرجع بنشفرها مرة تانية، بنروح على الديسكتوب على
كمان الصورة تشفرت. هلأ بنروح على هون بنعمل decrypt نفذ، بنروح على الملف عشان نشوف هل الصورة فكت. طبعا ما فكت، نرجع نعمل decrypt شوف هل هذا الشي راح ينفع. طبعا انا عم بجرب معكم، ما جربت هالشي قبل، لساتها الصورة مشفرة. طب نجرب نعمل decrypt مرة ثالثة، ما عادي نعمل clear. مثل ما لاحظنا انه الصورة شباب ظلت مشفرة، البيانات تبع الصورة تلخبطت، ما عاد عرفت شو بدها تعمل، شفرناها نحن أكثر من مرة. طبعا هاي المشكلة كيف بنحلها؟ بنحلها بشغلة بسيطة، إنه مثلا بس نشفر الملف ونحطه بآخرته مثلا دوت أوبس، أو يعني إنه شيء يدل على إنه هذا الملف مشفر، وبنيجي بنكتب بقلب الكود إنه مثلا بتدور بقلب هذا أو بقلب هذا المسار على الملفات، الملفات اللي آخرتها مثلا دوت أوبس أو كلمة دون، لا تشفر مرة تانية. الملفات اللي ما في فيها هيك شفرها معلش، عشان ما يشفر الملف مرتين. لهون ان شاء الله بنكون خلصنا درس اليوم، وان شاء الله راح يكون في جزء ثالث عشان الرانسوموير، عشان راح نتعلم كيف نجلب ملفات كاملة بنقلب مسار معين، وكيف نحط كلمة بآخر الملف، وكيف نعالج مشكلة اليوم. ان شاء الله يا شباب يكون الفيديو عجبكم، وإن شاء الله ما تنسوا الاشتراك بالقناة وعمل لايك ودعوة أصدقائكم عشان يشوفوا هذا الفيديو. بالأخير هو فيديو تعليمي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.